هسه نبدأ نتعرف على الواجهة مال الـ ICEM CFD ومين متكونة. طبعا مثل ما قلت هو برنامج لتوليد المش، اكو هاي برامج لكن هذا البرنامج اللي راح نتطرق له وهو يعتبر تخصصي بتوليد المش. هذه هي واجهته اللي هو ICEM CFD، هذا مالتي موديل 19.2. اوكي، يتكون برنامج او واجهة البرنامج مثل اي برنامج ثاني، انه فايل وتولز و سيتنجز ونلقى هيلب ايضا. اي برنامج هسه تدخل عليه تلقى نفس تقريبا نفس التفاصيل، ولكن طبعا تختلف من برنامج الى ثاني حسب طبيعته. واجهة تتكون اول شيء من هذا الشريط، متكون من فايل edit view information settings وهيلب. احنا نحتاج بهذه نحتاج فايل، ليش؟ لأن أنا بهاي الفايل أقدر أفتح البروجكت ماتي، بروجكت طبعا الملف ماتي صحنا بروجكت، وأسوي بروجكت جديد وأفتح بروجكت وأخزن بروجكت. أوكي، وجيومتري أقدر أفتح أشكال هندسية وجيومتري، وأقدر أفتح مش، وهنا بلوكينج راح نتعرف عليها شوية شوية، وأخير شيء إمبورت جيومتري اللي أنا راح أركز عليه بهاي المحاضرة. وايضا عندنا لان كويك تاسك اللي هي مهام سريعه راح تكون بيها، اللي هي راح تكون عندي سيف مثلا هنا التخزين. اوكي، وممكن انا عندي الفيت ويندو اللي انا حتى اجيب الشكل الهندسي مالتي الى النافذه. اوكي، وعندي ان انا شلون المسطره اللي اقيس بيها ميجر ديستانس. اوكي، وعندي الريفرش، يعني ذني شوي شوي نبدأ نتعرف عليهم واحد واحد. طبعا هنا شنو مثلا هنا open geometry، هنا open mesh، هنا open block. طبعا هذه undo و redo. اوكي، هنا هاي سنتعرف عليها ان شاء الله مستقبلا. ننتقل الى الجزء الاهم اللي هو هذا راح يكون عندي التولز مالتي اللي هي انا اقدر استخدمها ب شغلي، حتى ابدي مثلا اسوي الجيومتري وابدي اخلق المش عليه شوي شوي. فبالتالي عندي جيومتري، عندي مش، عندي بلوكينج، عندي اديت مش، وعندي بروبرتيز كونسترينتس لود فاينت اليمنت اناليسيس سولفر اوبشنز واوتبوت مش. طبعا لما نقول فاينت اليمنت سولفر اوبشنز معناته ان هذا برنامج مالتي بي قابليات وبي قدره على انه يتعامل مع مختلف انواع البرامج اللي موجوده المتعلقه بالانجنييرنج اناليسيس. والاوتبوت مش من انا اصدر المش مالتي الى الى برنامج اللي انا احتاج اسوي بالانجنييرنج اناليسيس. فبالتالي نتيجه التسلسل الموجود هنا راح نعرف انه احنا الجيومتري هو اول خطوه من خطوات المشنج، انه بالبدايه انا ارسم الجيومتري. احنا بالايسم هنا اللي هو هذا نقدر نستفاد من الجيومتري اوبشنز الموجوده هنا لتوليد الجيومتري الخاص بيه باستخدام الايسم، باستخدام واجهه الايسم. لكن هذا مرات يكون معقد، لانه مثل ما تعرفون الايسم او هيك برامج تخصصيه فهي مختصه بالمشنج، الجيومتري بيها يكون شغله بدائي، يعني فيعتمد على برامج ثانيه حتى نقدر نولد الجيومتري. فبالتالي هي برامج مخصصه بالمش، ويفضل انه انا اسحب الجيومتري من برنامج ثاني مثل اوتوكاد وغيره، سوليد وورك وكاتيا واي برنامج ثاني، واستفاد من الجيومتري الجاهز وابدا اولد عليه المش اللي احتاجه، الاليمنتس اللي احتاجه. اذا نجي نتطرق الى الجيومتري راح نجي راح نلاحظ انه بالبدايه عندي كرييت بوينت، خلق نقطه، وهذا هو تسلسل الاحداث بتوليد الجيومتري. وعندي كريت لاين، موديفاي لاين او كيرف، هنا هو هنا بالايسم سهله كيرف هو نفس اللاين. وبعدين مساحه كريت اريا، وهنا سهله سيرفس. واخر شيء هنا كريت بودي او سوليد او جسم اللي الفوليوم، يعني مثل ما نقول احنا. يعني اذا تسلسل مالتي، اذا جاك سؤال شنو هو تسلسل الدروينج بال او جيومتري موديلينج بالايسم، راح تكون create point، create curve، create surface، create body. ما بعد هذا راح يكون هو الموديفيكيشن اللي يصير على الجيومتري مالتي، اللي هي تتضمن تعديل الجيومتري اذا بي مشاكل،
تحريك الجيومتري، ترانسفورم جيومتري، وممكن حذف النقاط، حذف الكيرف، حذف المساحة، حذف البدي. اوكي، واخر شيء حذف الكل او حذف نقاط معينة انا اختارها حسب اللي احتاجه. بعد ما خلصنا ولدنا الجيومتري راح ننتقل للمش، والمش هنا يعني شنو؟ توليدي element. والإلمنت مثل ما قلنا احنا او المش بشكل عام بتكون من مجموعة من الاشكال، قد يكون مستطيلة، قد يكون مربعة، قد يكون مكعبات، قد يكون مثلثات، قد يكون هرمي، قد يكون منشوري. اذا عندي مختلف انواع الإلمنتات الموجودة لتوليد المش. فاذا نضغط مثلا على هذا اليعاز هنا راح تكون هي نافذة الحوار مالتي ويا الايسم. هنا أنا راح اقدر اني اشوف كل اعاز ايش راح يمثل لي. مثلا هسه احنا شوي بدنا نتطرق لانواع المش. اذا اضغط على هذا واريد اعرف انواع المش، هنا راح يقول مش تايب، نوع المش اللي اريده، والمش هو احنا قلنا الالمنتس مالتي. يعني مش تايب راح تكون من اضغط هذا السهم الصغير راح يعطيني الانواع اللي يدعمها الايسم. ولكن هل هو يدعم فقط الانواع؟ لا، هو يدعم اي نوع من انواع المش، ولكن هو يولد حسب الحاجه. يعني العادة الاوتوميشن الموجودة بالاسم ممكن تكون مفيدة جدا. فبعض الاحيان مثلا اني اسوي جيومتري وهذا جيومتري كومبلكس، واحنا قلنا تطرقنا عليه بوحدة من المحاضرات انه عادة يفضل للسامبل او للاشكال الهندسية المعقدة يفضل تترهيدرال مش من 3D وتريانجولر بال 2D. فبالتالي عادة الاوتوميشن مرغوبة بهيج امور. فالاوتوميشن فانا من اترك ايسم هو يتصرف وحده ويولد لي المش نتيجة الشكل الهندسي المعقد ونتيجة تراكب الشرائح والالمنتات شي فوق شي. راح يكون عندي البرنامج نفسه يقترح بعض الشرائح اللي هي حتى يعالج مشاكل مثلا بالجيومتري او يعالج مشاكل المش. فبالتالي راح ننتقل من نوع لثاني، يعني قد يكون هكساجونال، قد يكون تتراهيدرال، قد يكون تريانجولار، قد يكون بريزم حسب الحاجة اللي أو بيرميد حسب الحاجة اللي يطلبها ذاك الشكل الهندسي. فأنا مثلا هنا أتطرق عندي تتراهيدرال وميكست، أوكي، وهكسا دومينيتد يعني، أوكي، والكارتيجيان. كارتيجيان أيضا نوع من أنواع المش. زين، هنا الإعاز الثاني هذا بشكل سريع هنا يحدد لي، هنا نشوف انه يعطيني ايرور من المسج يقول لي ماكو جيومتري. هذا هنا شنو يحدد لي؟ نوع او عفوا حجم الاليمنت، حجم الشريحه مالتي بكل لاين خط او كل جزء من اجزاء الجيومتري مالتي. عاده الجيومتري مالتي خلينا نقول مثلا متكون من نقول كذا عدد من البارتات او من الاجزاء. فبالتالي هنا بهذا الإعاز هنا شنو هنحدد؟ مثلا خلينا نقول مثلا انا عندي مكعب، فدخول خلينا نقول الواجهة الجانب الايسر مالت المكعب خلينا نقول اريده 10 element، والجانب الايمن اريده 50 element، والفوق مثلا 30، والجو 40. فبالتالي انا كل جزء من اجزاء الجسم مالتي اقدر اعطي عدد معين من الشرائح، قد يكون متساوي او قد يكون مختلف من شريحة لاخرى، ما عندي مشكلة. لكن انا عندي حرية باستخدام او بتحديد عدد الشرائح الموجودة بكل جزء من اجزاء الجيومتري. هل انما مفعلات وفعلا عندما يكون الجيومتري موجود الدنسيتي ضعيفة هسه نتطرق لها بعدين. عندي هذا اللي هو شنو بعد ما احدد اللي الشرائح مالتي اضغط عليه اللي هو كمبيوت مش. كمبيوت مش يعني يبدي يولد لي مش، يبدي هو ياخذ وقته بتوليد المش الخاص بالجيومتري. مثل ما نوهت اكثر من مرة احنا هذه الفقرة هي فقرة وسطية، انه انا ولد المش قبل بعد الجيومتري وقبل ما ادخلها لبرنامج الانجينيرينج اناليسيس. مثل ما طرقنا في وقت سابق نجي لبلوكينج، طرقنا وقت سابق انه قلنا انا عندي مختلف انواع من المش. الايسم بيه خاصية حلوة انه يولد لي ما يعرف البلوكينج. والبلوكينج شنو؟ بعض الأحيان وهي مشاكل مرينا بيها احنا هواي، انه يجي الجيومتري مالتي معقد كلش وبيه مشاكل. يعني مثلا لاين راكب على لاين، يعني نتيجة انتاجه او رسمه ببرامج ثانية
او مثلا بوينت داخل على بوينت، وهاي الامور اللي هي كلها تسبب لي مشاكل بالماشينج. فالبلوكينج شنو هنا؟ البلوكينج هذا خاص بالاسم، انه يولد شكل افتراضي على الشكل السابق، اقدر انا من خلاله ابني المش مالتي واولد المش. فلنفرض انا عندي فد مكعب، وهذا مكعب بيه مشاكل هواي، يعني الخطوط ما متواصله جاي زين، او خطوط مالته مائله ما مرسوم بشكل صحيح، وانه مثلا عندي صعوبه انه انا اروح وين الى المودرنج تول من جديد وابدي ارسمه من جديد. فبالتالي نستخدم خاصيه البلوكينج. البلوكينج شنو هذا؟ راح يولد لي جيومتري ثاني فوق الجيومتري السابق، ياخذ نفس حدوده وابعاده ولكن بخطوط اعدل، بخطوط اوضح، ويجنبني مشاكل انه الجيومتري مالتي غير منتظم. هذا البلوكينج طبعا ما مفعل هنا لانه جيومتري ما داخل لحد الان، ما داخل الجيومتري. ممكن اني ايضا اديت مش هنا. اديت مش شنو؟ احنا مثل ما طرقنا في محاضره سابقه انه السموذنج، هاي نقطة مهمة، انه مرات المش مالتي يطلع مخربط، ماخذ زاوية حادة كبيرة، او زاوية منفرجة، او زاوية حادة كبيرة صغيرة، عفوا اسف، اما منفرجة كبيرة او حادة صغيرة. فبالتالي السموثنج شنو يعالج لي هاي المشاكل؟ حتى شنو؟ حتى يتجنب المشاكل اللي تواجهني بالانجينيرنج اناليسيس، بالتحليلات الهندسية الخاصة بمشكلة معينة. فبالتالي انا بالايديت عندي هواي من الامور اللي انا اقدر اتطرق لها هنا أنا حتى استفاد من عندها بشغله. البروبرتيز هنا أنا يعني يعطيني خواص المش، يعني هذه النقاط، هاي هنا احنا لحد هنا أنا نقدر نقول خلصنا. مباشرة اقدر وين اروح على الاوتبوت مش، ان اللي هنا أنا راح يكون عندي تصدير المش مالتي الى الانجينيرك تول، اللي الانجينيرك اناليسيس تول اللي انا دا استخدمه. مثلا هنا أنا اذا نضغط على هذا، هنا أنا شو يقول؟ يقول اوتبوت سولفر. اوتبوت سولفر يعني شنو؟ يعني التول اللي انا راح استخدمها حتى ابدي احل عليها المشكلة الهندسية المعينة. فاذا نضغط مثلا السهم الصغير الموجود هنا، راح يعطيني فد قائمة واسعة من السولفرات الموجودة اللي يدعمها الاسم. طبعا لان كلهن عبارة عن برامج هندسية تستخدم للتحليل الهندسي. طبعا هاي قائمة تزيد سنة عن سنة كل ما تطور، يعني انا 19 حقيقة دائما اروح على انسز فلوينت لان انا اشتغل عليه دائما، بس ما متطرق الى هاي القائمة، وشايفة انه هي حقيقة ضايفين لها كل شوية، كل شوية برامج ضايفين لها. فبالتالي انت مستقبلا اذا انت مثلا اشتغلت ببرنامج ثاني غير البرنامج، مثلا غير الفلوينت او غير الانسز، ممكن تلقاه هنا الاسم يدعمه، واقدر انا مثلا استخدمه بشغلي. فهذه ايضا مثلا تقول انا اعرف ايسم، قبل ما تروح للايسم بس ارجع تشيك الايسم، شوف يدعم برنامج معين، اي برنامج مثلا جو ناستران او بولي 3 دي او بولي فلو. فمجرد انه بس تشيك اوكي دعمه، حتى تقدر تشتغل على الايسم. فبالتالي يعني حتى انا اتاكد انه الايسم يدعم بعض البرامج، اجي لها قائمه عاده الاوتبوت، اشوف اوكي دعمه اقدر اشتغل عليه. هذه بالنسبه لي كل ما موجود بالايسم كواجهه. هسه راح نشوف احنا شلون ممكن انا اسحب الجيومتري اللي يعني صدرته قبل شويه من الاوتوكاد الى الايسم. وهي هي هنا الخطوات اللي احنا طرقنا لها في بداية المحاضرة، وقلنا حاول نتبعها اذا احتاجناها. انا قبل شوية خزنت ملف بامتداد IGES من الاوتوكاد، وموجود هذا على سطح المكتب. فاروح اني فايل امبورت جيومتري اختيار امبورت جيومتري، وبعدين اختار ليجاسي، اختار ليجاسي. نعم، اذا نروح للفايل وبعدين امبورت موديل، ندخل عليه، راح نجي الى المكان اللي انا مسيف بيه الملف مالتي اللي هو IGES.
ونضغط هذه القائمة المنسدلة اللي هي تعطيني كافة المديرات الهندسية الموجودة. فنلقى هنا IGES الملف مالتي اللي احتاجه، من اضغط عليه المفروض مباشرة يظهر عندي الرسم مالتي اللي هو drawing IGES. اضغط عليه وافتحه. هنا أنا راح اعطيني شنو يعني بعض الاعازات اللي هي خاصة اعازات ادفانس، نحاول احنا نتجنبها واضغط ابلاي. اذا خطوات كالتالي: فايل، امبورت موديل، نجي للاي جي اس نختاره، نروح على المكان اللي مخزن به الملف مالتي، اختار الملف مالتي، اوبن، انزل هنا بين اختيارات امبورت سيرفيس امبورت بوديز، اتاكد انه كل ذي المتاشرات حتى يبدا يدخل كله الملف مالتي هو ونقاطه ولايناته واسطحه، بعدين يعني اضغط ابلاي او اوكي. بما ان الجيومتري مالتي موجود فماكو داعي بعد، اقدر اضغط ريبليس حتى يجي من جديد، بس هو الجيومتري اجى صار عندي هذا الجيومتري نفسه اللي اني يعني قبل شويه سحبته. طبعا هذا اقدر اسوي زوم اوت وزوم ان بالسكرول مال الماوس، لذلك يفضل طلاب بالامتحان تجيب الماوس وياك، تجيب ماوس وياك حتى تخلص من مشاكل انه الزوم اوت والزوم ان. اذا هذه هي الجيومتري مالتي. هسه هذا الجيومتري مالتي يحتوي نقاط ويحتوي خطوط، نقاط وخطوط او بمعنى اخر بوينتس وكيرفز. شلون اشوف هسه؟ انا ما ادري اشوف نقاط، ادري اشوف كيرفز فقط. هنا هاي تصرحوا لها تري، هذه هي الشجرة. هنا أول شيء موديل، موديل مالتي راح يتكون من جيومتري وبارتس. هذا شو وقت تدفعه؟ لا تتفعل من يدخل عندي جيومتري، إذا تفعلت معناتها أن الجيومتري مالتي انقرأ من قبل البرنامج. إذا تفعلت هذه معناتها الجيومتري مالتي انقرأ من قبل البرنامج. فإذا ضغط هذا المربع أو هذا الزائد فتحة، هذه تري مالتي راح تعطيني سبسيتس بوينتس كيرفز. Subsets, points, curves. فإذا أضغط على، إذا أشوف أن المتفاعل عندي أو المؤشر عليه تك هو الكيرس فقط، لكن إذا أضغط على البوينت راح تظهر عندي النقاط، راح تظهر عندي النقاط ماتي أيضا. طبعا هذه سكرول، زوم أوت زوم إن بالسكرول، أوكي. وإذا أضغط على السكرول وأسحب راح يصير عندي البان، البان اللي هو انا حرك الجسم مالتي يمنى ويسرى. ضاغط لساني وبدا اسحب، ضاغط على الماوس على الزر الوسطي مال الماوس وبدا اسحب، اوكي. فصار عندي النقاط دخلت عندي اضافه للكيرفات. اذا نفتح هذا الجزء الثاني اللي هو البارت، راح نلقى انه جسم الهندسي مالتي او شكل الهندسي مالتي الداخل تحت مسمى دروينج واحد وفري بارت واي اسم. هذا مو فد شيء يعني مو فد مشكله، مره تدخل باسماء معينه خاصه بالبرنامج هو يحددها، مو شرط انه اني اخليها او اسميها او يعتمد اسم معين. هسه مبدا عمل الاسم حقيقه هو الفصل، انه انا فصل حتى تسهل علي الامور، انه البوينت وحده، كيربات وحدهن، اسوي مجموعة واحدة والاسطح بمجموعة واحدة. هذا مستقبلا بالمنشنج راح يسهل لي هواي امور، اوكي. يعني انا البوينتس مالتي اسويها بمجموعة واسميها نقاط، واللاينات مالتي اسويها بمجموعة واسميها مسمى ثاني قد يكون لاينز او شيء. فشلون اسوي نقاط؟ شوف ان كلهن بجيومتر واحد، يعني هذا اذا اسوي له انتك يروح كله. زين شلون ممكن افصل اللاينات او النقاط عن الجيومتر عن اللاينز؟ شلون ممكن اسويها؟ اضغط كليك ايمن على البارت، كليك ايمن على البارت، اوكي، واضغط كرييت بارت. ضغطت كليك ايمن على بارت، اذا الخطوه الاولى كليك ايمن على البارت الموجود بالتري، وبعدين اضغط كرييت بارت، راح تظهر عندي نافذه مخاطبه. راح اسمي اسم البارت مالتي بوينت نقاط، فبالتالي انا راح اقدر افصل النقاط هسه عن باقي الرسم مالتي. هذا شيء يقول create part by selection، اختار الانتيتيز، اختار شو تريد تسوي، اضغط على هذا السهم اللي هو بي اصفر،
اضغط عليه، هنا راح يقول اختار النقاط مالتي، فيجي هاي النقطة انا اريدها. عفوا، حتى نتجنب تداخل، شوف انا دا اختار نقطة يختار كيرف، ليش؟ لان اكو تداخل بينات المتقاربات، فحتى اتجنب التداخل اكو ترك مفيدة انه اني اغلق هذا اللي رسومات، لان هذا شو يعطيني؟ يعطيني بوينت، يعطيني كيرف، يعطيني سيرفس، يعطيني بادي. فانا شو اريد اختار؟ اريد اختار فقط بالنقاط، فاترك النقاط مفعلة فقط، اوكي، ولاني اغلقهن. فاجي اختار مثل ما اختار بالاوتوكاد، كليك كليك كليك، هسه اتاشر من عند النقاط، اروح على ابلاي، اضغط هنا أنا ابلاي، اوكي. تكون عندي جزء ثاني، بارت ثاني اسمه بوينتس. هسه صار عندي كيرفات بمعزل عن البوينت، يعني هسه اطفي هذا تروح البوينتس عندي فقط، افتحها ترجع البوينت، اطفي الكيرف، اطفي الاوفن الاول، راح يروح عندي الكيرفات او اللاينات، يبقى عندي بس البوينت. الغرض ما عنده شنو هذا الفصل؟ الغرض ما عنده انه اني في المشينج ما اقدر اسوي مش للبوينت، لكن اقدر اسوي مش للكيرف لللاين، واقدر اسوي مش للسيرفس. فحتى نتجنب هاي المشاكل، اوكي، مرات مثلا انا اسوي مش للبارت اسمه مثلا خلينا نقول انبوت، زين انا انبوت هذا يتكون من نقاط ويتكون من كيرفات ويتكون من مساحه، هل انا بدي اسوي مش للنقاط؟ هذا هو الكود يعني يسال نفسه، بدي اسوي مش للنقاط، بدي اسوي مش لللاينات، بدي اسوي مش للسيرفس. فبالتالي الفصل افضل حتى نتجنب هاي المشاكل التداخلات اللي تصير بالشغل مالتي. هسه انا الجزء الاول سميته بوينت، الجزء الثاني راح يكون هو اللاينز، فانا اضغط كليك ايمن حتى اغير اسم الرسم مالتي او احدده او احدثه، كليك ايمن عليه اضغط على الجزء مالتي هذا واسميه رينيم، تغير اسمه فاسميه لاينز، واضغط دان، راح يتغير اسمه الى لاين، فبالتالي صار عندي لاينز لاينز وهذا بوينتس. هذا اذا هسه انا صار عندي بوينتس ولاينز. زين، السؤال هنا أنا، هل انا اقدر استفاد من اللاينز فقط والبوينتس فقط للتحليل الهندسي؟ لا، ما اقدر استفاد من عنده. بالتحليل الهندسي عاده يبدي التحليل الهندسي من المساحه فما فوق، اذا انت لازم عندك مساحات، وبعد المساحات عندك جيومتري سوليد او بودي او فوليوم حجم، يلا تقدر تسوي عليه تحليل هندسي. فبالتالي التحليل الهندسي ممكن يكون على المساحة فقط، وممكن يكون على الجيومتري او الفوليوم فقط. فبالتالي انا هسه احتاج اولد مساحة، شلون اولد المساحة؟ من نفس الإيعاز، هسه احنا نشوف نغلق هاي، نفس الإيعاز اشوف انه هذا كله تفعل، قبل شوية كان مو مفعل كله، بس هسه بدأ يتفعل عندي، لان انا عندي صار بوينت اقدر امسحها، صار عندي لاين اقدر امسحها مساحة ممكن. فبالتالي انا احتاج اولد مساحة، هنا انا عندي كريت بوينت ما احتاجه، لان اصلا جايب بوينتس من الاوتوكاد. كرييت كيرف ايضا ما احتاج، لاني ما احتاج اولد كيرف اللي موجود عندي. كرييت سيرفس اضغط عليه، اضغط على كرييت سيرفس، طبعا اسوي انت كل هاي حتى اقدر اسمي السيرفس مالتي، راح اسميه مثلا سيرفس، سميت سيرفس. عندي عدة طرق لتوليد المساحة، أسهلها وأسرعها هو هذا simple surface من اسمه، أوكي. هنا راح يعطيني مجموعة من الاختيارات، الاختيار شو يقول لي طريقة شلون تريد نرسمها، من 2 إلى 4 كيرفات، يعني أنت عندك 4 كيرفات تريد تأشرهن وأرسمك إياهن، أقول له يس. فأجي أختار الكيرف الأول، الكيرف الثاني، الثالث والرابع، اختار اذن الكيرفات، اضغط اوكي او ابلاي. هسه صار عندي تولدت عندي مساحه، انا دائما اشيك التري اذا اريد اتاكد انه تولد عندي شيء لا، صار عندي مساحه اسمها سيرفس. هذه وينها؟ ما ظاهره. ليش ما ظاهره؟ لانه الجيومتري مالتي ما متفعل، لا ما تولد عندي، صار عندي مشكله. ليش ما ظاهرة؟ لأنه أنا إذا أجي للجيومتري هنا أنا راح ألقى البوينت ظاهر، كيرف ظاهر، السيرفس ما ظاهر ما متفعل، فأضغط راح يطلع لي السيرفس مالتي. طبعا تطلع على شكل خطين
ماكو شيء يعني من صار عندي خطين بالوسط معناته انا عندي سيرفس، لكن شو ممكن اظهرها؟ نجي الى ذني الاعازات اللي قبل شوي نوهنا عليها. هذه الاعاز شو يسوي؟ يسوي لي سمبل سوليد ديسبلاي، من اضغط عليه راح يظهر لي المساحات والاحجام على هذا بهذا الاعاز. سمبل سوليد ديسبلاي نضغط عليه يظهر لي المساحات. اريد ارجع على الواير فريم، اضغط عليه بصفه، اذا هذا يظهر لي مساحات، هذا يرجعني على الواير فريم. يعني في حاله انه اريد اشوف مساحات، بعض الاحيان انا ما اريد اشوف مساحه، مثلا اكو فد لاين خلف المساحه اريد اشتغل عليه فحتى ظهره اضغط هذه، لكن بعض الاحيان لا اريد اكون ظاهره قدام، لا ظاهر قدامي، فبالتالي راح يكون عندي هذا الشكل الهندسي مالتي. بتوقف هنا انا بمحاضره اليوم، لانه اعتقد صارت ماده هواي حول البرنامج. اتمنى انه تنصبون هذا البرنامج يومكم حتى تقدرون تشتغلون.